اكسبيريونس كما قلت لك، كاين نفس اللاعبين اللي احتلوا الصف الثالث السنه الماضيه هما اللي كاينين الان، لاعبين عندهم تجربه كبيره ومع طاقم تقني اللي اشتغلوا تقريبا 3 سنوات ونصف، ده قدموا مستوى كبير. لكن ما كنظن بانه نفس اللاعبين هما اللي غيبقاو، اضافه على وليد الصبار اللي غادي يكون ان شاء الله، وكذلك العلودي، فهذو هما اللاعبين اللي جلبناهم. لكن ما قلت لك يبقاو نفس اللاعبين، وغادي نشتغلوا معهم في هذه 3 اسابيع، عندنا مقابلات كثيره، ونتمنى ان شاء الله كما قلت لك نرجعوا في اقرب وقت المرتبه اللي كيستاهلها الكوكب، ونربحوا اكبر عدد النقاط، رغم ان نقطه في مقابله ديال اي نقطه في مقابله هي غادي تكون صعيبه وصعيبه بزاف، فنظن بانه هذا هو اللي غادي يكون ان شاء الله.